من امبارح وحديث السوشيال ميديا على موضوع منى شلبي والقبض على منى شلبي في مطار القاهرة الدولي وبحوزتها كمية من الحشيش أو المخدرات. تطورات سريعة جدا في قضية منى شلبي يمكن أكتر من أي حد عادي، وده اللي خلى الجمهور يقولوا اشمعنى منى شلبي؟ طب إيه اللي حصل مع منى أثناء التحقيقات؟ وهل أجري لمنى تحليل المخدرات ولا لأ؟ وأول صور التقطت لمنى شلبي من الحج كانت ازاي متخفية وكانت عاملة ايه؟ وعمر اديب وكلامه عن منى شلبي وتفجيره لمفاجأة كبيرة جدا، ونقيب نقابة المهن التمثيلية الدكتور اشرف زكي غاضب جدا للي حصل مع منى شلبي وبيتهم الناس ان هي انتهكت خصوصيتها. كل التفاصيل دي معانا النهاردة في الفيديو، وهرجع لكم مرة تانية بعد الفاصل، لكن الفاصل ده علشان نضغط لايك للفيديو. اللايك ده هو اللي بيعلي الفيديو. اهلا وسهلا بكل المشتركين الجدد في قناتي. هنرجع مع بعض فورا وهنتابع كل تفاصيل وكواليس القبض على منى وكمان الإفراج عنها. إخلاء سبيل منى شلبي بكفالة 50,000 جنيه وفي أسرع إخلاء في نفس اليوم، ده اللي خلى الناس والجماهير يقولوا طبعا أكيد منى شلبي لازم هتخرج منها فورا. ولكن طبعا خرج مصدر قضائي وحاول يوضح الأمر، قال إن النيابة العامة تعاملت مع منى شلبي زي غيرها من المتهمين في القضايا اللي بيتم عرضها عليها، وأنها لم تحصل على أي مميزات خاصة من أي نوع. وكانت النيابة العامة امبارح مساء أمس أصدرت النيابة قرار بإخلاء سبيل منى بكفالة 50,000 جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، وده على خلفية ضبطها بمطار القاهرة لدعودتها من نيويورك من الخارج. وضبطت طبعا زي ما كلنا عارفين بحوزتها مواد يشتبه في كونها مخدرات، وده طبعا من الآخر لأن المضبوطات اللي اتوجدت مع منى اعتبرت كأنها تعاطي مش إتجار. وقال المصدر القضائي إن التعاطي هي الجريمة الوحيدة لمنى، لكن يتم حبسها إذا كانت في جريمة تانية، مثلا زي ما يكون تعاطي مرتبط بقيادتها السيارة أو ارتكاب أي جريمة تانية مع التعاطي. غير كده بيتم إخلاء سبيل المتهم من سراي النيابة على ذمة التحقيقات. وأشار المصدر إلى أن النيابة لم تأمر بإجراء تحليل مخدرات للفنانة المتهمة منى شلبي، وده لأن هي كانت جاية من الخارج. قال طبعا ولنفترض إذا تم إجراء التحليل ليها وأسفرت النتيجة عن إيجابية العينة، فده بيثبت تعاطي منى المخدرات ولكن في الخارج وليس داخل مصر، ومن ثم فليس هناك مناط للعقاب لأنها حينها تكون تعاطي المخدرات في دولة خارج مصر، وده الشيء اللي ما يتمش العقاب عليه داخل دولتنا مصر. وشدد بقى وقال أنه لا يتصور عقل ولا منطق أن يعامل أي مواطن أمام جهة التحقيقات معاملة تختلف عن غيره، وأكد أن الجميع أمام القانون سواء. أما موقف نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيان بالأمس ونزلناه في فيديو امبارح، تعالوا مع بعض أفكركم بيه وبعدين نرجع نكمل كلامنا. البيان ده كان مضمونه تعرب النقابة عن أسفها لتداول بعض الأخبار والوقائع التي تنال من الفنانة منى شلبي عضو النقابة، والتي تستبق تحقيقات النيابة العامة وتمثل خرقا لكل الضمانات التي كفلها القانون لأي شخص طبيعي يقف أمام القضاء، بل ووصل الأمر إلى حد نشر أوراق رسمية خاصة بالفنانة. هذه الأوراق تنطوي على بياناتها الشخصية. تبع البيان وقال إن كل ما تطلبه النقابة هو احترام خصوصية أعضائها، عدم الخوض في أعراضهم، وترجو النقابة من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والجميع انتظار واحترام التحقيقات. أضاف البيان تهيب النقابة بالجميع التحلي بقوانين الإنسانية التي تسمو فوق أي قانون. أنهت النقابة البيان وقالت تجدد النقابة تقديرها الكامل لكل جهات التحقيق والقضاء المصري، وتقف احتراما لكل ما يصدر عنه من قرارات. وطبعا البيان لغايه هنا عايز يوصل لنا ان احنا ما نتكلمش خالص في موضوع منى شلبي لغايه ما الجهات طبعا بتاعه التحقيق تقول كلمتها. وده كان بيان نقابه المهن التمثيليه واللي اتكلمنا عنه في فيديو امبارح. نقيب الفنانين بقى عبر النهارده عن غضبه بسبب انتشار صور للفنانه من داخل النيابه، وكذلك من تداول الصور لجواز السفر الخاصه بيها، مشيرا الى ان ما حصل هو فعل غير حضاري. وتوجه بالامس للمحكمه في انتظار اخلاء سبيل منى. والحقيقة ردي على الدكتور أشرف زكي تصرف غير حضاري إيه؟ ما هو بيتصرفوا مع أي متهم تاني نفس التصرفات اللي حصلت مع منى، بيتم القبض عليها عادي ولو في حوزتها مخدرات، شيء طبيعي جدا إن الناس بتتكلم، وشيء طبيعي برضو إن هي بتنزل صور
سواء بقى للمضبوطات اللي كانت معاها أو جواز السفر أو غيره. إيه الغريب في كده؟ لكن المفروض الحقيقة إن هو يستنكر اللي حصل دوت. ولكن بالتأكيد الغلط، كل الغلط إن إحنا ندافع عن أي عدو لمجرد بس إن هو ينتمي للنقابة، وطبعا ده في حالة إن هو يكون ظالم أو ارتكب خطأ كبير. والحقيقة لو ثبت بالفعل ارتكاب من هذا الخطأ والجريمة دي ثبتت عليها، من باب أولى إن النقابة أول حاجة تتخذ موقف مع الفنانة اللي تنتمي للنقابة وارتكبت مثل هذا الجرم، لأن ده قبل ما يكون خطأ في حقها وفي حق نفسها هو خطأ في حق الجمهور اللي بيتابعها. وده لأن الفنان يجب أن يكون قدوة للغير، قدوة للجمهور، الجمهور اللي بيتابعه. ولكن مش علشان منا من مطبخ الفن يبقى الكل يقف معاها حتى لو كانت غلطانة. طبعا قلنا مبارح ان الناس اللي وقفوا معاها كانت من بينهم منة فضالي وكمان هند صبري اللي اعادت نشر البوست اللي نزله دكتور اشرف زكي او بيان النقابه. الحقيقه بمجرد القبض على منة بدات تصرخ، بدات تنهار وتصرخ صراخ هستيري. والمفاجاه بقى معانا النهارده ان منة شلبي انكرت معرفتها بالمضبوطات دي. اضافت منة شلبي بقى في محضر النيابه العامه ان المضبوطات دي لم تكن في حقيبتها ولم تكن في حوزتها، وقالت ان هم دخلوها اوضه وسالوها عن المضبوطات، وقالت ان هي ما تعرفش عنها حاجه، وبعد ما خرجت من اوضه لقت المضبوطات دي وقالوا لها ان دي بتاعتها، وتم تفتيش منها تفتيش ذاتي. سبحان الله، يعني هي راجعه من نيويورك ونيويورك معروف عنها ان هم بيتعاطوا هذه المواد، واحيانا كمان بياخدوا تصريحات وبيزرعوا المزروعات دي في المنزل، وبتتباع كمان في الشوارع الأرصفة. ومنة رجع من نفس المكان وفجأة لقت المضبوطات دي بقت تنتمي ليها. سبحان الله، الحقيقة كلام ينكره أي عقل أو أي منطق. ودي أول صورة التقطت لمنة من داخل الحجز، طبعا مرتدية نظارة وزي ما انتوا شايفين بتحاول تتخفى علشان محدش يعرفها، وطبعا ده شيء صعب جدا من فنانة الكل بيحاول طبعا ان هو يتصور معاها وفخور بيها إلى فنانة موضوعة جوه الحجز. تعالوا بقى نشوف عمرو أديب قال إيه عن موضوع منة شلبي واللي كان بمثابة مفاجأة للناس كلها. والحمد لله دايما يعني النيابة المصرية بـ 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 يعني على طول بتفيد المجتمع بالبيان. قد تلقت اختارين يوم الجمعة الموافق 25 في كذا كذا بضبط ممثلة منة شلبي من مطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج، وذلك أثناء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدم حقائب تحوي متعلقات التي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخله، فتم تفتيشها تفتيشا دقيقا أسفر عن العثور بها على مواد يشتبه من كونها مخدرات. ده بيان النيابة. التحقيقات بقى يعني المستفيضة طبعا أكيد حيتم استدعاء السادة مأموري الجمرك في مطار القاهرة، يتم استدعاء السادة الضباط اللي كانوا مسؤولين في النبطشية ديت، ويتم يعني فهم الإجراءات اتعملت إزاي وهل الإجراءات سليمة، هل الإجراءات ناقصة حاجة. طبعا هناك يعني المعلومة اللي عندي أن الأخ الزميل الأستاذ المحامي اللي كان معانا على التليفون ليس المحامي الوحيد، في محامين آخرين يعني موجودين في هذه القضية. طبعا زي ما بنقول وعرفنا في التحقيقات أن منا قالت أن هذه الأشياء ليست يعني ملكا لها وليست في حقيبتها، فكلام منا موجود، كلام الإخوة في مطار القاهرة موجود، وسيكون القول الفصل للنيابة المصرية. وزي ما سمعنا الكل مش عاوز يقول ان الشنط دي شنط منا، ومنتظرين طبعا تحقيقات النيابة النهائية. ولكن طبعا الناس بيكون عندها عقل ومنطق. لحد هنا النهاردة هننهي حلقتنا وهنوفيكم بتفاصيل الموضوع ده وأزمة منة شلبي أول بأول. بشكر كل الناس الجميلة والمحترمة اللي بتتابع قناتي، وأتمنى دايما أن أكون عند حسن ظنكم. انتظروني في حلقة أخرى وخبر آخر من قناتي ياسمين في اليوتيوب وأخبار النجوم. قبل ما أمشي واسيبكم مننساش نضغط لايك للفيديو، وأهلا وسهلا بكل الناس اللي انضمت للقناة.